انا فواز حكون معاكم في برنامج بلس 1. البلس 1 تبعك بعرفك اول وقت صديقي شفيق نعمه. طب ليش ما قلتوا كان استاجرنا استوديو ثاني؟ سلامات. شو الاخبار احمد؟ شو اخبارك؟ هذا بلس 1؟ هذا بلس 10؟ رفيق عمري المفروض انه كثير بيعرفني قاعد معي في نفس الدرج من الصف الاول. اكيد انت مختار بلس 1 مميز بالنسبه لنا. اوكي اعتبره بيتي بس بنفس الوقت في قواعد. برنامجي حيكون مميز في ضيوفه وحيكون بجنن حيكون حلو، حيكون لعب قديم ولطيف. بدكم قهوة وبدكم مي؟ مش مسؤول عن هاي الشغلة. الزوجة الرابعة وين هذا المسلسل؟ والله ما في من هند. اللعب مع الكبار يطير وبيحكي يعني برجع بعيد لي ما أنا فهمتش. في أحلى برنامج على رؤية بلس وان. كيف رأيكم بالبرنامج؟ حلو يا الله يا زلمة كل يوم داجي. أيها تمام هاي إيش؟ ايوه خلص خليها بجوز ما ترجعش. ايه بلشنا؟ بحر بحر أيوة. سمكي؟ اوكي سمكي؟ فيل؟ حبي نجا حبي لولو طمانا اخصمك ايوه اسيبك لا حامي 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 يخرب بيتك بيغلي 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 بيغلي. مستعدين للعب والضحك؟ 3 2 1 مع بلس 1 حيكون احلى برنامج. اليوم عندي ضيف مميز جامع كل هاي الصفات، فنان، ممثل، كوميدي، دم خفيف، لطيف، في كل الصفات الحلوه، عمر زوربا. بس كيف التقديم وانسى ولا تحكي لي شو عملت؟ صفنت بالله عليك. شو اخبارك؟ كيف الامور؟ الحمد لله. الله يحميك يا رب. كمان بوسه ثالثه عشان يعرفوا المصداقيه. سلام. اقعد لا ضل واقف. لا خليك واقف عمر. اذا المذيع واقف خلاص. عمر اكيد انت مختار بلس 1 مميز بالنسبه لك. تمام؟ جد في مجال نرحب فيه؟ رحب فيه. انت ترحب فيه؟ البلس 1 انا فكرت انا اسم البرنامج. لا هذا بلس 1 تبعك. صديقي انت بترحب بالبلس 1 تبعك. ايوه تفضل. يا جماعه انا اليوم لما قالوا لي لازم تختار صديق عمر ما تتوتر احكي بدون توتر زي كيف لما انا قدمتك صفنت كثير. صفنت كثير قلت هاي يعني المهمه هاي بدها تكون لشخص عارف وحافظ بالضبط مين هو يعني الوحيد اللي بعتبره انا من بفهمه من اصدقائي بايش بفهمه من يعني الجماعه اللي بفهمه يعني دارس متعلم لا نص حكي انجليزي بيفطروا وجايبوا علي بحكي انجليزي تخيلوا بيفطروا ايه بيفطروا بريكفاست بالبيت بريكفاست انا اخر مره قدموا بسرعه عشان الله قدموا بشام طويله بريكفاست بالانجليزي بالانجليزي حبيبي وسهلا هاي وسهلا الله يخليك هاو ار يو يعني تقدر تستريحوا الشباب هسه نقعد لحالكم شايفين خمس كراسي صح الله يعطيك العافيه الله يسلمك بدنا نقدم شاب لطيف الكل بحب يشوفه على التلفزيون واي دور بيدخل فيه بيعمل تميز غريب فيه تمام الفنان باسل حبيب القلب حبيب القلب يا روح أهلين أهلين أنا بحبك إلا بالله صراع العروش عرفت كيف؟ صراع العروش الحمد لله حبيب القلب شو اخترتنا اليوم لبلس 1 تبعك؟ البلس 1 تاعي أنا قلت لازم يكون اللاعب القادم من خلف أيوه وهو بالخلف ونقدمه؟ صاحبي من 17 سنة تقريبا عن جد؟ 17 هذا بيعرف عنك كل شيء معلم كل شيء ويا رب تخلص صراحة شو اسمه بسرعة؟ مؤيد عودي مؤيد عودي حبيب قلبي اهلا وسهلا تفضل يا شباب شباب هذا البرنامج له قواعد بقدرش اظن لكل واحد بيجي اشرح له القصه وانت عارف يا عمر والله شغله متعبه الله يكون في عونك مسؤوليه طبعا 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 الفنان مش ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يزم هم بيفكروا خلص هاي فنان كنبيات ونظف وقعد وصور عارف انه لا بينام ولا وبكفي نظفت العصف الذهني اللي كل يوم بيعمله يا زلمة مش معقول بطعم بلد أول إشي أنت إنسان مميز جدا الله يسعدك حبيبي شكرا الله أنت الأحسن والله أنا شو بحب أتابعك حبيبي أنت بتطلع على الإنستغرام بتحكي كلمتين بتخلي العالم يعيدوها 14 مرة بس مشان تعرف بس غلط إذا تمدح واحد صاحبك لا وقلب بوزه عنه
استاذ عمر تقدر تعبر كلمتين بالمية. استاذ وسام كيف حالك حبيب قلبي؟ ما حداك صورك معبي الشوارع بيحكوا عنك اغنى واحد بالسوشيال ميديا بالصور. بح 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 خلص قلت له انا خبرته ايش؟ لا والله ما خلص انسى 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 يا عم قلبه كبير انسى يا عم. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلم ادوارك بتجنن الله يخليك. حضرت لك اشياء كثير حلوة الله يخليك خاصة مرة لما اخذت المنوم لحد الان ما صحيت صاحبي. انا جايبك صحيت وجيت عليك. صباح الخير ابو فواز. يلا اهلا وسهلا فيكم. اجا وقت الجد ووقت اللعب. بالنسبه لصاحب باسل بتكشف صاحبنا سلمت عليه مرة. لا هسه قلت باسل صح لا ما هسه ما حكى عنه. طب احكي لنا عنه. انا اسف. يلا احكي لنا. احكي لهم. مؤيد غير مؤيد. مؤيد شو اخذ اللي بتحكي الوحيد في المقطع؟ الله انا هلا صحيت صراحه. احكي لنا عن مؤيد. مؤيد صديق عمري من 17 18 سنه ايش زي هيك. وين كنتوا قبل 17؟ ما بعرف ليش انت يعني انتوا كبرتوا مع بعض وانتوا صغار في الحاره. في الحاره مع بعض في الحاره. شفت شفت العلاقه القويه وهاي اللي بتستمر. قشعر بدني بالله. كمان شباب بدنا نبلش باللعبه الاولى. تمام جاهزين؟ نظام التزام باللعبه الاولى. ايش نظام التزام باللعبه الاولى؟ نظام التزام باللعبة الأولى. حاضر سيدي. الفريق هذا فهم وأنت ما فهمت. لازم نحكي حاضر سيدي. حاضر سيدي صح. حاضر سيدي. حاضر سيدي. طيب عمر بديك تحط إيدك على إيد وسام. بدي أسأل سؤال. بدي عد من 3 إلى 1 بتجاوبوا مع بعض. تمام. ماشي. أوكي. مين أكثر حدا بيمون عليه عمر زوربة؟ 3 2 1 أمي. شو قال؟ شو هاي؟ كنت أمي أنت. أمي. انا بمول على الوال والله والله بمول بتقول علي زي الوالد. بدي احكي امه. سؤال عايش عندكم؟ والله لا احنا عايشين وهو امه احنا عايشين عنده. افهم اسمع انا بدي احكي امه. بس احكي امه انا بعرف هذا الشيء. بس انت قلت امي بس زي امنا كلنا. يلا احنا تنحسب نقطة هاي؟ طبعا ونص. مالك الله يحفظك. امه يا امه يحللوا امه. اصلا اسمع اصلا انا اكثر شيء عجبني ب هاي نقطة. أكثر إشي عجبني بزوربا أول ما تعرفت عليه. شو تفكر؟ احترامه لأمه. احترامه لأمه كيف بحكي؟ أهم إشي هاي طبعاً. حبيبي وسام. والله جد بحكي هذا أول إشي. لا ليش تقول له حبيبي وسام؟ أنا لازم أقول له. أغاروا عليها. قول له بقول لك وسام فواز سلم عليك. حبيبي حبيبي سؤال لإلك. لا والله لا والله. باسل. يا بالله اسمع ركز. باسل ومؤيد. بعد 3 إلى 1 بتجاوبوا مع بعض. تمام؟ في قلب حب حيطلع؟ لا مش إمتى بلش باسل تمثيل؟ 3 2 1 2017. الله انا انا مش متاكد من الاجابه. ركزت معي ده. قال له 2008 هذا قال له 2013. لا لا واضح لا لا هذا علمي ترى صديقي. لا صديق ارجع للكاميرات. ارجع للكاميرات. في فار في فار يا شباب. شباب بين السؤال اذا بنرجع للكاميرات انتم ما بتاخذوا ام. بعرف حبيبي حبيبي صباح العسل. زوربه صح خليك. صباح الخير. لازم نرجع. سؤال لكم كمان. حط ايدينا كمان ايدين. ايوه عمر 1932 إجابة على شو؟ أنا جد مهتم. 30 شو صار؟ عمر لما انخلقت أنا. عمر زوربا شو بيحب أكثر؟ البحر ولا الطبيعة ولا الصحراء؟ 3 2 1 البحر. يعني هي القعدة غير ما شو اللي هاي يا لا أنا سألت أي بحر ما يجاوب. الأحمر صح؟ ما بلي بالأحمر يا أخي. يدق الغندور عيب يا أسئلتهم أسهل من أسئلتها صح؟ عن جد لا أسئلتهم يزم هذول رومانسيين أنا بحب أنا إن محفوظ. سؤال مؤيد شباب تحطوا إيديكم مع بعض. مؤيد انا حاسك يعني بتعرفش اشياء عن باسل ولا مش كثير والله والله دير بالك خلص هسه بزبطك. ايوه اي حل والله. اكثر نوع حلو بحبه باسل 3 2 1 نافل. حلو بحبش. ابغى اقول لك
أظن قالك نافع. مستحيل 17 سنة ما رحت على محل حلو. مستحيل يا زلمة. أكل معي كل أنواع الحلو. مش أصدقاء. لا مستحيل. أظن قالوا ما بحبش الحلو. مش أصدقاء. أظن قالوا نافع. لا 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 مش أصدقاء. هات شكل واحد ما بحبش الحلو يا جماعة. بس كنافة إيه؟ لا 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 أسألك بالله هذا ما بيحب الحلو شباب نتناقش هذا هاي نصبر مش اصحاب نروح ونرجع بالسلامه على اللعبه الثانيه تمام شباب ماشي ماشي شباب تتهاوشوا بعدين ماشي تعرفوا شو بعض عندي في البرنامج انتوا لا 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 حامي 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 يعني حامي لا حامي يا بومرانج حبيبا بارد في تشويش من الفرق عادي يا يا لا ما تشوشتوا عليه روح المنافسة تشوشتوا عليه روح المنافسة يا عمي ورجعنا لكم بلعبة جديدة وبضيوف مميزين وضيوف بجننوا الله يخليك حبايب قلبي احترم الله انك محترم والله اسمع بقول لك شغلة انا اللي بيجي عندي ما شاء الله عليه شفت شغل جهات وعطاءات والله العظيم بحكي علي بحكي علي بحكي علي بنطلع كان يحكوا علي كان يحكي علي محترم كان جهات وعطاءات اقسم بالله ما شاء الله عليك شفت الترحيب كيف مميزين بالله عليك خلاص لا تحسدوني وانا قاعد خلاص تفضل استاذ تفضل بدنا نلعب لعبه جديده اسمها مستر جاجه شو اسمها مستر جاجه جاجه شاف ليش انا متحمس زي الصغار مين فهم عليها أنا فهمت شو حكت؟ خلينا صح تفضل الفريق راح يخبي الدجاجة وأنت راح تحط على عيونك والفريق تبعك راح يحكي لك حام هاي بتبين ولا بتبينش لا بتبينش تبعك ولا أي شيء ببين منها جايب لك إياها من أغلى طيارة يلا خبي أستاذ يلا أنا أخبي؟ خبيها تخبي يا شريك؟ وين وين؟ أنا حعرف وين؟ لا استنى اسمع أنا في سرقوهم بس سرقوهم عادي هون بالاستوديو بس مش تطلع عشان الرئيسي راح تكون حوالي ولا لازم أقوم ولا مدي زي بس طبعا لازم أقوم أيوه 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 اتفقت عليه هاي هبل بمزح طالعة طالعة خبة؟ خبت قوم يا عمر حطها فوق يلا وقف حامي أو بارد بس بس بدون شمال هاي الوقت بلش دقيقة يلا بدون شمال يمين؟ لا بارد بارد نظف طريقك ابو جرم بارد كثير بارد بارد احمى شوي بارد بس بارد لا انا لا انا كثير انا ساخن انا انت مسكت الفيل حامي شوي شوي حاطه في عبك لا لا ايوه حامي حامي كثير هون حامي كثير حامي كثير حامي حامي لا لا بس احتمال اي بارد احمى لا هون بارد هون بارد احمى أحمى. أحمى أحمى أيوة أحمى. أيوة حامي كثير حامي سموه إيه يا زلمة أيوة أيوة حامي لا لا حامي لا لا أنا بارد شو لا حامي إيش يعني لا حامي إيش لحم هاللعبة حامي 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 لا حامي بومرانج حامي حامي كثير الله يرضى عليك حبيبي حامي كثير ايوه حامي كثير حامي ايوه حامي 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 لا حامي حامي كثير يا والله يذكرك والله يذكرك الله الله ابي عاقب نفسه عاقب نفسه يا اخوان قد ما هو لعيب عاقب نفسه تفضل تفضل عن تركيكه تفضل معلش معلش اهدى اعطيني الدجاجه بس عشان ترجع سليم الدجاج حرام عليك حقوق الحيوان الوقت قديش والله ضل بل لا لا والله ضل اجزاء من الثواني اجزاء عمر بقدر يعيدها زربه ابدعت لا يا عم خلص خلص ما تحكي الاولمبيات شو شو بدك طول كمان يا يا اي شيء يا غبي يا زلمه شكرا شكرا استاذ عمر حبيبي يسعد شكرا ايه تفضل يا حبيبي انا حط على عيونك انا ما بشوف صاحبي خلص 10 نقاط على حبيبي ايه ابو الشوم يا زلمه بكفي اني فضيت حالك قمت تدور حامي لا بدك لا نزل نزل لا نزل لا نزل شايف نزل انا شايف من هون معلم احنا مقلعين مقلعين سؤال مين مين بخبي هو ولا انا هو مقلعين مقلعين علينا علينا شو انا حالي علينا 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 السعر عليها دون تحكي يا زلمة خليه يحكي كمان لا شو يحكي شو بدك بده ممسك عليك حط حط خلص يلا ايوه ما اطلع صوت عشان ما يطلع صوت يلا بلشنا اقف بلشنا يلا
بارد حارد لا بارد حارق طبعا هذا بارد بارد امشي اتحرك عشان اوصف لك يعني بلشت او حتطلع عليها لا بدناش نوصف له لا احنا حامي او بارد اه حامي 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 احمد افتحه حامي قاعد بارد يا هو بارد 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 افتح افتح ايوه بارد في تشويش من الفرقه عادي لا ما تشوشته عليه روح المنافسه روح المنافسه يا عمي بارد 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 كثير بارد كثير كثير بارد اسمع اسمع عامل هيك وانت احكي لي ستوب يلا حامي شو اسمه ايه حامي لا تحكي باللعب لا هاي جديده ما كنا بنعرف على البو على شو اسمه البوصله لا بتفكيك اه مش عليها حامي 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 يعني بارد طيب زي هيك ايه بارد هيك بارد اسمع اللي بحكي حامي بارد تحرك خلينا نشوف اللي بحكي حامي بارد خليني اتوتر ايوه افتح كاب صف 14 135 بارد بارد بارد, بارد. ايوه امشي اعبطه اها حامي حامي اها خلص الوقت خلص مستحيل والله خلص الوقت والله اقسم بالله لو بيدنا والله خلص استريح شو نسوي انا جيب وقت ترضاها ترضاها اخوان انا لا لا احكي لك شغله بس توعدني ما تاذيني خلص الوقت والله لا لا كل شان الله اهدى اهدى لا تضيع نفسك ايش هاي بالسطل مسحت الطاوله اربع مرات كله بالسطل يا زلمه مسحت الطاوله ما انت ما انت هاي حامي اكيد بارد لسه هون ما كمل مش اصدقاء اعطوني الدجاج اعمل هيك مش اصدقاء مش اصدقاء لا سرقنا الوقت والله سرقنا الوقت عمل عليها كبس ما ناذي اه لا اعطيني لها شو قلت لك زعلت شو قلت لك بدك لا تضيع نفسك مشان إشي اللعبة صح ولا 100 مرة اعطيني اياها صاحبك غدر فيك صاحبك غدر فيك صراحة خلينا نروح مع بعض روح ننتقل على اللعبة الجديدة يلا شباب نيجي على اللعبة الجديدة اهلا وسهلا فيكم في لعبة جديدة اهلا ما تخافوش اللعبة كثير مميزة ولعبة كثير حلوة ما تخاف اللعبة انا وقت انا ما اخاف تعالوا علي لو سمحتوا وياه قال واحد مزح معكم كثير بس وقع الماي حطه بجيبتك اوكي معلم 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 عمر ولا نعمل انه بنعرفش لا ايش اللعبه استاذ شو امسك تشوير لي لا توشتك ملك الجمال الاستديو حبيبي يسعدك واو جد تستاهل تستاهل صراحه تستاهل واو 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 والله ما ميك اب ما عملت عن جد ما عملت ميك اب ولا شيء التقينا بغرفه الميك اب صراحه بدي اياك تعرف شو الشخصيه اللي موجوده عندك هاي شخصيه انت بتعرف حمام شوف اي شيء امثلها بس لا بعرف شو هي ما بتعرف شو هي لا ما بعرف ايش الشخصيه يا سلام مني مش طيبة بس هيك بس هذا لازم اشوف بالله علي بلش الوقت يا اخوان بسرعة كراتي كوربا ايه كوربا كوبرا كوبرا هي كوبرا لا صح كوبرا كوبرا ايه كوبرا ايوه لا ايوه مش انا انا او فواز بحكي بحكي حينما لا ما لا بطه لا يا سلام شو لا غشيت لا ما غشيت حكى صوت بطه ايش وقت البطه بتحكي وقت شو بتحكي ايش بطه عمر تنحى عن ملك جمال الاستديو لمده ثواني تفضل الحمد لله حصل على نقطه ذكي والله ذكي على نقطه سريح استاذ عمر استاذ عمر راح ارجعك هون انا استاذ عمر راح ارجعك انا هون حبيبي يسعدك استاذ اسامه تفضل بس يعني اذا سمحت استاذ فواز يعني حطوا لك بطه غش طب اطلب منك طلب ايش طلبين عن جد تتدخلش بس لازم اركع ركع ما تحس انت كممثل اشطر مني يمكن في تاديه لا لا انت انا بثق فيك بثق فيك بس انت معي تعلم يا حبيبي هاي كوبرا صح هاي كوبرا انت هاي ايش هاي بطه ايوه طب هاي استنى يا شباب نركز نركز شوي انا عملتها بس شباب نركز يلا هاي كثير سهل بلشنا بالوقت تحليل من الخارط وتمساح تمساح ايوه تمساح لا بسيطه بحليكم تعشت في الهند فتره فازوا عمر انت كل شيء بدك تفوز بس هاي سهله كثير قال له هيك احسن ما قال لك ما انا مشيت لك يلا سريع تايلاند 24 ساعه سريع يا زلمه بس سهله تحصلوا على نقطه هي خلينا نشوفك من جديد عبر ذهب عبر ذهب
انا بعرف بالله يا ضمير ما بنفع استاذ عمر بدي توجك انا جاي افوز يا زلمه بدي توجك ملك جمال السعوديه حبيبي مره ثانيه انا جاي افوز خلص خلص جمال جمالك قتال تفضل هون مشان نشوف تتويج صاحبنا مع بعض يلا كمان مره حصل عمل خلص تقول شيء سهل انت من السنه هذيك نفس اللبس متوجتك ملك جمال السعوديه ايش هاي لا دكتور لا لا حط فيل حط فيل حط فيل حط فيل زي ما بعرفش شو هي اصلا يعني يا فاسد فساد فساد يلا يلا بسرعه هيبلش الوقت بسرعه سحليه لا تلحفاه ايوه قرد واحد بيراقب جيرانه بس وين ايش بايش بيراقب صندوق طالع بيراقب لفوق لتحت سور سور هذا سور على فكره هذا سور ايش هذا معلم هذا سور هذا سور انا شايفه سور استاذ عمر بهنيك انا صاحبي شايفه سور خلص سور استاذ عمر بهنيك صح سور بهنيك هذا الزلمه حرامي قديم شو قال لك نقطة براحة حركات على اليمين الشمال استريح استاذ استريح اذا ما انحبست بعد والله حرام لا هيك قال حرام يا واحد راقب قلت له فاسد وحرامي انت قلت له واحد راقب حصلت على نقطة ما بنسى ما بنسى كفالة بس صعبة تعرف انها صعبة مش سهلة كيف مش سهلة لا صعبة عرف لا عرف مش انه صاحبك ما شاء الله أمي بتسلم عليك على طول قاعدين على شيء سهل توشتك لأول مرة لأول ضيف ايوه مش عارف يجاوب شكرا طلع عشان معلم شفت هسه بقول لك انا غش هو غش لا يا عمر غش انا بساعد كمان يا زلمة غش يلا بسرعة شو حطك؟ اسأله الزمك يلا هاي الوقت بسرعة بسرعة راحة بدون صوت بسرعة بريك شاي اسمه ممر بريك شاي ممر لا ترجع بريك شاي لسانك ناطق لساني لسانك ماي ناطق اصبروا علي نزيد الكلمة لا تركز يا اخوان لا تركزوا معه هذا بتاو بتاها اسمع ممر أرض طابق الثاني حي حي لا ميتة حي قام قال له هذا قال ايه شوي بدي يزحف بدي اعمل لك هيك اعطيني الف مبروك عليكم الف مبروك صديقي اسهل حركات الف مبروك عليكم الف مبروك عليكم النقطة هات ما شاء الله عليه هذا مبدع فلته حي هنروح نرجع لكم باللعبة الأخرى الأخرى ميل يا غزيل ميل شو ميل يا غزيل ايش في مسلسل ميل يلا أردني اوكي مصري مصري بس هذا عارف كل اللي بالي بالك مثلا رح نسأل عن جنسيات لا قديم قديم ورجعنا لكم بلعبة جديدة قدم شوي قدم وقع لا 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 جديدة بدنا نقول لعبة بدون كلام ما شاء الله بحكي تفضل لو سمحت شكرا هو حيقوم انا ححذر هون بدك ترسم وتبين لصديقك شو هي اللي انت شفتها هون استنى غشك ما عليك أغنية مسلسل بدك تعرف بدك تقول له فيلم مسلسل أغنية هسا أختار واحدة من هذول أنا أختار واحدة من هذول حسبي طب ليه أنت هيك أنا بختار من اثنين هو بختار إيش تعرف ترسمه بس طلعت هيك أوكي خلص لها عاد يلا جواب نهائي يلا كيل فيلم لا طب أحكي مسلسل هرايز كلمتين أرسم هسا أرسم كلمة الأولى خط ايش خط منحنى نزله دحله بقى نزله هاي الوقت يا اصلا هاي الوقت اصلا لا هو ذا الكلمه الثانيه بحكي على فكره يا استنى خليها ما تدخل تصير تكتب هرسو عيب
كيف ترسمها؟ إذا كتبت ليها ما عرفتهاش، كيف على الرسم بدي أعرفها؟ يلا هاي 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 نزلة هاي دحلة هاي دحلة صح يمكن طلوع صح شو لقى إيش لقى الدار؟ ممكن طلوع يكون بالعكس أيوه أقل من هذا ولك هذا مش من الشرق أي وقت أي وقت دير بالك كل وقت حفرة مش من الشرق إياه هذا مش راح يعرف ال معلم صبت لما نصب بالسقف بس دون ما حكي بدون حكي لو سمحت منصب بالسقف لو سمحت استاذ عمر لو سمحت ميل قواعد ايوه ميل 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 يا غزيل ميل شو ميل يا غزيل ايش في مسلسل ميل يلا اردني يلا اردني تفضل استاذ عمر اقعد لهم هون يا غزيل ضيعت شبابه ضيعت شبابه ضيعت شبابه كلمة ثانية الكلمة الثانية لسه في وقت الكلمة الثانية لا هاي الثانية استنى ميل الثاني خسرته استريح استريح حسيت ميل برافو 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 ايش ايش هي استريح ايش هي والله ده حط الي ايش هي ايش هي في ميل لا يا زلمه مسلسل شو بس قلت ميل ما قلت اللي صح مسلسل اذا قلت ميل لما قلت ميل لما قلت ميل ما حكى لي صح طب تعالوا هسه انت قاعد تتخوث علي خلينا نشوف ذكاء انت تعال استريح تعال استنى تعال يعني ان مش في ان داخل ايش ايش غنيه ولا فيلم هاي شو اسمه شو هاي حسبي الله ونعم الوكيل لا بس اللي فايلات صعبات ما راح يعرف لا لا ما راح تعرفه من يلا بال اسباني تعال وقف محلي هاي دلف لكم نور اللوح هون ايوه تعال ساحر طيب ثواني شوي بسرعه الوقت سيدي الوقت يلا لف لف لا لا بلش بلش لا بلشنا بلش يا غالي يا انا صف مزدوج يا التزام هون هاي الوقت بلش يلا يا معلم ركز معنا نظام التزام يلا عندنا شو كلام فيلم كلمتين شو هاي الكلمة الأولى ولا الثانية طيب؟ هاي إيش هذا؟ رجلين لا لا يعني هاي بل عشان بني آدم لا حكى له فيلم تردش تردش استنى ضابط ضابط الإيقاع شرطي شرطي صح شرطي شرطي جديد الكلمة الثانية صح قطعوا راسه شو هذا؟ شرطي بقول لك شرطي ايوه حامل طنجرة عسكر في المعسكر ايوه برافو عسكر غاز انت بترد على الفريق رد على الفريق رد علي طيب شرطي وقت الوقت ايوه ما ضايع اعمل لي اي شكل هذا ضابط يعني يمكن تستعملها كضابط ضابط السجن هذا سجن الكاميرا في البيت في البيت في البيت صح طلع من البيت يا حرامي يلا شو الجيش الجيش صح جيش فيلم ولا مسلسل اصلا فيلم فيلم يلا شوف لف لف كلمتين كلمتين الشرطي حكينا اول واحدة هما كلمتين جوا قلبي ليك الثانية حبيبي خلص خلص الوقت يا غالي ايش يا غالي يا زلمة هذا خلص شرطة معلم اجيب لك كمان لوح شرطة شرطة برلين خذ خذ الجك خذ الجك تكتب عليه شو صعب ما شو انا اعرف الكلمة شو حضرت افلام يا زلمة عربي ساعة تعرف افتح له ورقة جديدة مصري مصري اوكي مصري مصري بس هذا عارف كل اللي بالي بالك مثلا رح نسال عن جنسيات لا لا قديم قديم بس هو كلمتين جد بس الوقت عادي اكتب لا شو انت تكتب شو احنا شغالين شو مالك بدي يكتب استاذ فواز خلص الوقت بدي خلص الوقت لا لا هيو 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 كل شيء بالقانون كل شيء بالقانون ايش ابو علي هو خلصنا يا اخي واحد من الناس واحد من الناس الباشا تلميذ كمان الباشا يا حب يا حب بيني يا زلمه حدف الصباح على الحدود واضحه اطلب منكم طلب اطلب منكم طلب تعرفوا مين بتجيبوا معكم يا اخي مش عارف الباشا تلميذ يا زلمه حكينا عبود على الحدود هاوشوا مع بعض هون يا اخوان كيف هاوشوا مع بعض لحالكم طلعوا الصوت كلنا قاعدين عندي ليش حطيت لي بالاردن خلينا نروح على اللعب الجاي بقى التلميذ يلا ما عرفتش الباشا نطلع ونروح اللعب الجاي باشا ما عرفتوش لا البس لي بطربوش من 2-0 قعدت لك طربوش وتعادل حطيت لحدك روحوا وخلينا نرجع مع بعض هاي اللعبة يا اخوان كثير حلوة قديش مميزة جميلة أصوات حلوة فيها رفاهية فيها نتذكر الحب القديم فيها نتذكر حب الشباك الله منك خلصنا أحرجتك تروح بدل أوعى تقول فتحت تروح يا زلمة والله يا زلمة مشوار ده ما عاد طيب خلينا بدك عربي ولا إنجليزي
عربي طبعا. خلينا عربي، خلينا اول اشرح لكم عن اللعبه. عربي اللي بيغني بالاول نهايه الاغنيه راح يكون فيها حرف صح؟ الحرف بتكمل انت تمام؟ يلا من وين بنبلش؟ شو عربي ولا انجليزي؟ عرب عرب عرب. انا بنقي اول حرف تمام؟ بتبلشوا مع بعض مين ببلش فيها تمام؟ مين دي؟ طب هاي الفن اللي عملتها ليه؟ والله على الملعب بشكل وشو طلعت النتيجة؟ إذاعي. يلا نبلش؟ نبلش. حرف الألف. أخصمك أسيبك. أنت ما حرف الألف. شو آخر حرف؟ ألف. 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 أماني. أماني. أمان الأماني. أماني. أماني. ليش؟ إيش؟ ليش؟ شو آخر أنا حيراني. ليش؟ ليه؟ لا آخر حرف. ليش أنا حيراني؟ لا. ها. ها. غيرك ما بختار. طبعا. شو هيرك ما بختار؟ هيرك احنا بنغنيها هيرك. سرعة 10 8 9 5 هوا يا هوا. هوا يا هوا. حرف العين. هوا. لا شو هوا يا هوا ايش اخرها؟ يا شو اسمه؟ بدها تكون الف او سين. لا يعني غنيها. يا نسمة الصيف. صيف ف 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 غير فواز طبعا. حبيبي الله يسعدك شكرا لك. فينو حبيبي فينو قلبي الله يعينو. بنحط لهم دال 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 بسرعه. دلي دلي ايش؟ دلي دلي حالك عن البرنده عشان دقيقه يا اخوان. شو دلي ايش؟ دلك هو وين دلك؟ وين دلك؟ وين دلك؟ دايب فيك و دندنه. لا استنى صورت هسه جورج كرباعي. 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 دلي كان نفسي فيه يا ودي معني. شو اخر شيء؟ ها ها كمان مره بسرعه. لا لا يلا ها ها بسرعه يا اخوان. غيرك ما بختار برضه. 10 10 هيدا 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 حكي. ايوه هيدا يا هلا. كمان كمان هيدا هيدا هيدا. شو ام بسرعه. ام 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 ما 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 ودعك. ما ودعك. ما ودعك. دير علي الوداع. المقطع يا بسرعه 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 على البق. وين 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 على وين 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 على وين؟ حرام الله. عدد يلا عندك عندك أربعة عالي عندك ثلاث ثلاث عندك بحرية ري عندك بحرية ولك هي عندك بحرية عندك البحرية خلاص شين 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 يا زلمة شين 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 أصعب شين شين سين سين أي حرف سين سين شين بعد مذيع سألوني الناس لا لا والله سألوني قلنا لك شين وكتبوا المكاتيب يا يا مكاتيب يا مكاتيب با مكاتيب با مكاتيب آخر حرف عشان آخر فترة عشت برا. بحب بغرامك. يلا يلا كلام 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 لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ولا تجيب لنا الحكي كله. ايش اخر را 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 رأيت خيالك في منامك. خلاص خيالك. خلينا نشوف النتائج. يلا خلينا لا النتائج هي شو النتائج؟ شو النتائج؟ بعد الفاصل. لا لا بدي هسه نشوف النتيجة. حلو. يا الله يا زلمة كل يوم داجي. يا إلهي يا باي الله الله يا سلام. برنامج مجنون. برنامج مجنون. حماس حماس مليار يعني. أهلا وسهلا. مالها؟ ما بدي ايش ما بدي ليش؟ بحاول ما انهي الحلقه ارجعها من اول. يا يا انتوا ضيوف حلوين. سلام. ايه؟ شكلي عبقري. الحمد لله. عاد كنت ناسي شو احكي. لازم لازم كبرى القنوات كمان انت العالميه. الحمد لله. اخطبوط الاعلام. الله الله. خلص شو الاخطبوط هذا ابو ايديك؟ هالقد انا مسيطر. الله اكبر. قرش ال شكرا يا اخوان. ما شاء الله. شكرا خلص بكفي مجاملات. تعبت اوكي كثير. تعبت كثير.
كيف رايكم بالبرنامج؟ حلو. يا الله يا زلمه كل يوم داجي تركوا شوي. ما شاء الله في جنة. ما احلى مستحيل. لا 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 يوميا انا سامحنا اصلا صح هناك. يوميا هون بس السؤال قبل ما ترجع تنام كيف البرنامج صراحه؟ صراحه الله بدك صراحه ولا والله لو كذبت احسن انا كل يوم جاي كل يوم والله انه مسلي والله بوجودك صراحه الله يخليك الله يسلمك سلام والله انا مستعلات ازعس من هون خلص والله مش هروح لا مش هنصرف عليك وانت هروح لا انت روح من احلى البرامج مستحيل لا مستحيل الله يخليك انا بس في جزء ثاني استاذ نعم بدنا بنطالب احنا كجماهير احنا كجماهير احكي لكم شغله بصراحه انا كمذيع مش ضامن للحلقه الثالثه إذا في جزء ثاني أنا بعتبر منك مش بإيدي والله إذا بفهمه بتضلك أنت موجود يلا يسعدك يا رب الله يسلمك اسمع خلينا بس هي واحد تحت أفلام جديدة حط ما شاء الله في جوا لسه معلق لا لا ما في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر جبنا خبز 105 طيحنا 11 ما شاء الله ايش بتبرع فيهم شو كيف يا اخو ان شاء الله احنا لعبنا اربعه كيف جابوا 11 ما بعرف احنا خمس جولات جابوا 11 هسه في عقاب للفريق الخسران يا حرامي لا لا في الاغاني في اغاني خمسه سبعة 10 تسعة ها تسعة ليش أربعة أح أقسم بالله إنكم متعادلين يا إلهي يا باي الله يا الله يا سلام برنامج مجنون برنامج مجنون حماس مليار يعني حياة الله إني تدمع جد نتيجة مؤثرة لا يا الله مين أعاقب فيكم بس عاقبنا كلنا سبحان الله طيب في حدا بده يعاقب الثاني أنا صراحة بدي أعاقب وسام أنا كمان وسام لا عن جد لأنك مضيت نايم طول الحلقة معلش كبرستني هيك بدي أعاقبك أنت أنا عندي اقتراح تفضل ما هو في احترام اسمع بقول لك شو نحكم على فواز على البحرة على فواز نفسه احكم معاه على فواز صح لا حرام انا بدي لا ما برضى لا انا ما برضى ما برضى لا لا, لا لا والله ما لا ما بنرضى لا ما والله الطعنه بدنا يتبطل تفيد لا 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 ما فواز ما بنرضى ما تاخذ انت العقاب يا زلمه والله بحط عليك فواز انا حاخذ العقاب عنك لا يا زلمه شو هالدرجه هيك الله شوف البرنامج قديش بنحبه شوف قديش احنا ايد واحده قديش قربنا من بعض قديش قربنا قديش كنا بعيدين اخر فتره شكرا لكم شكرا لجيتكم انا اقسم بالله من اجمل الحلقات اللي عملتها بتجنن يا حبيبي بكل حلقه لا والله يلا. شكرا لكم يا حبيبي بحبكم كثير شكرا لك والله وانا بشكركم كثير حبيبي يسعدني احلاك شو احكي بس انت وحدي نقلني احكيش على الاذاعه يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه جميعا شكرا لكم في حلقه قادمه الله من بلس 1 بس استاذ بس من جد هون هذا هاي الاخير هاي اللي هيك اللي شارنا صح Ha ha ha!